هذا هو الكلام التمام حق العريكة في مطعم مدخن. بنسوي أكلة جنوبية في مطعم لتدخين اللحوم ما شاء الله تبارك الله. المشرف طبعا عندنا هنا حبيب القلب الشيف تبعنا الجميل الطعم اللذيذ أنس البحوث. والله والنعم والله والنعم بأهل الجنوب. يا سلام يا سلام. أتيني 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 أتيني. وهذه الطنجرة اللي ما تلصق جبنا لك الطنجرة. طنجر 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 يا حبيبي طنجر لي يا حبيبي طنجر طنجر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الله يا الله. ساعدنا ساعدنا. السم نزل 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 ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف شكله. شوف شوف الأيادي ما شاء الله اللي تتلف حرير. ما يحتاج لها جوانتيات. هذا نجيب له حرير أنس حبيبنا ونلبسه ونزبط لنا الأيام. أبد تحتنا مرفوض. خلاص صار الشغل يدوي ما يحتاج له ولا أي حاجة. يدويا عالج الموضوع يدويا. تسلم الأيادي يا حب. اليوم هنا باص ضرب أكل ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف العريقة شوف شوف الشغل ما شاء الله تبارك الله. طبعا هو كتر لي هذه لي أنا لأنه للأسف عندي مشكلة أنه أنا ما أكل تمر من صغري كده من الله ما أكل تمر. والرجال موصل هنا سوى للشباب وأنا سوالي الوحدة الصينية بالعسل والسمن. ما